آت فيلم التك تاع فاي كانوا دايور التقرب التاوينة آت فيلم التك تاع فاي الحمد لله ترت أتهم درت بالحالة بالسبب واجهت صعوبة التنمر يعني بدعت على التنمر عفته ففكرت بأن التنمر هذا الشيء يعني حرف لك فواجهت هذا الحرف احتلتت بالمجتمع استخدم الطرق حلوة ليت أنه أنا محرز التربية حريز هندسة فأقدر أستخدم طرق بالتدريس الرياضيات محتترة والأسلوب العطف والمحبة بين الطالب يعني اعتبرت أب ويا الطالب فالحمد لله ألم أصبحت أشهر مدرسة رياضيات بالمحافظة بفضل بالقضاء على صفة هاي التنمر طريقة للتحدي ماوية الطلاب عند ملاحظات كلت محتترة يعني أتوى عمل هذا العمل بحيط يمتب هاي الطريقة ويطبق عليها فمن هذا الطلاب حبه لهاي الطريقة طمع وهدفه لأن أنا بالبداية واجهت من سن الطفل واجهت صعوبات كل التعبة فالحمد لله ألن أصبحت مدرسة ناجح ومتمكن ماديا فحبيت أفتح مشروع عن ثاني هذا المشروع هو أفتح مدرسة الصم والبكم للحالات الحاسة لأعمارهم ابتدائية ليت حتى أسحبهم من المدارس الابتدائية أجيبهم بالمركز مالتي هذا المركز مجانيا لكل محافظة الجالة يعني مجانيا أوفر لهم مدرسين هذول المدرسين اللي حيدرسون الطلاب اللي تموا بكم يعني كل طالب إلى مدرس حاد ووفر رواتب لهذول المدرسين همينة وهذا المشروع إن شاء الله لا حفتحه بس تحتاج إلى مكان إن شاء الله أصف له مكان وأفتحه واستمر بي إن شاء الله لأن أنا هسه عندي طلاب سجلت معهم تقريبا فوق ال 29 طفل سجلت معهم بس تحتاج مكان حتى أوفر لهم هاي البيئة ليش حتى هذا الطفل مو يدرس وروح بالمدرسة يحس نفسه متميز وفاهم المادة حتى يصير هدف إله يوصل مثل عواتسه يعني مكتب أصحابه تبلسم هو بس الطلع مدى حتى يدرس